جولة جديدة من الحوار الليبي تستأنف بعد يومين في جنيف، والغموض لا يزال يكتنف مشاركة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، الذي كشف مسؤولوه أخيرا لصحيفة الشرق الأوسط أنه يشترط إقالة القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر للعودة إلى طاولة المفاوضات، ومن ثم تشكيل حكومة الوفاق التي يعول عليها المجتمع الدولي كمخرج رئيسي للأزمة الليبية. وبحسب ما نقل عن الناطق الرسمي باسم المؤتمر المنتهية ولايته عمار حميدان، فإن مسألة الإطاحة بحفتر كانت من بين الموضوعات الرئيسية التي بحثها رئيس المؤتمر نوري بوسهمين الأسبوع الماضي مع المبعوث الأممي في الجزائر، مؤكدا أن برناردينو ليون لم يتخذ أي إجراءات جادة لتحقيق هذا المطلب بالرغم من تطميناته الشفوية. حميدان أكد أيضا انقسام المؤتمر بين متشددين يرفضون الحوار وآخرين داعمين له. انقسام المؤتمر المنتهية ولايته هذا انعكس على الشارع طرابلسي، حيث شهدت العاصمة الليبية وقفات احتجاجية تقودها عشرات النساء يطالبن بإقالة الحكومة غير الشرعية المنبثقة عن المؤتمر لفشلها في تلبية احتياجات المواطنين الذين يواجهون ظروفا قاسية بسبب عدم توفر الكهرباء والمرتبات والخبز والوقود. فدوى الجلال، العربية.